حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد اخبرنا عبد الله بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعه من ذي الحجه مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمره وان نحل الى نسائنا ففشت في ذلك القاله قال عطاء فقال جابر فيروح احدنا الى منن وذكره يقطر منيا فقال جابر يكفه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لانا لا ابر واتقى لله منهم ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت فقام سراقه بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا او للابد فقال لا بل للابد قال وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي